السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أُزِّل ستارو وبشكل رسمي على الموسم السابع من برنامج الناس لبعضها، 31 حلقة، 180 ساعة من التصوير، 27 ساعة بعد المونتاج لكامل الحلقات. هذه الساعات جعلت فريق العمل يستنفر على مدار الساعة خلال الشهر الفضيل، وليكون إفطارهم وسحورهم بشكل شبه كامل في مقر العمل بعيداً عن عائلاتهم، لتقدم حلقات البرنامج بالطريقة التي تابعتموها. أكثر من 1000 عائلة تم توثيق استفادتها من البرنامج، بينما تجاوز عدد العائلات المستفيدة بدون تصوير أو حتى بتصوير دون عرض 1400 عائلة، وتنوعت الجوائز بين دعم مادي مباشر وقسائم إفطار الصائم وكسوة العيد والكراسي الكهربائية المتحركة. الموسم السابع من برنامج الناس لبعضه نال أكبر نسبة متابعة بين المواسم السابقة، فقد حققت مقاطع الحلقات خلال شهر واحد على الصفحة الرسمية على الفيسبوك أكثر من 150 مليون مشاهدة، وعلى اليوتيوب أكثر من 5 ملايين مشاهدة للحلقات بالكامل، بينما حصدت المقاطع على أكثر من 100 مليون مشاهدة على منصة التيك توك والإنستغرام. هذه الأرقام عززت موقع البرنامج في صدارة البرامج الأكثر متابعة في سوريا، واستمر البرنامج وبفضل الله في المرتبة الأولى في سوريا، فيما حجز المرتبة الثالثة بين البرامج الأكثر متابعة على مستوى الوطن العربي بعد الإمارات ومصر. البعض القليل انتقد طريقة العرض، بينما أيدت الغالبية العظمى ما نقوم بتقديمه، لأن البرنامج وبكل بساطة يحمل صفة المسابقات بالشكل العام ويحفظ كرامات الرابحين. أسئلة تلقيناها من البعض عبر التعليقات: لماذا العرض؟ ومن يريد عمل الخير لا يقوم بالتصوير، وبكفي جمع إعجابات ولايكات وتشهير، وهدف مقدم البرنامج هو الشهرة. إنما الأعمال بالنيات يا سادة، والهدف من العرض هو تشجيع وحض الآخرين على فعل الخير ومخاطبة الإنسانية في قلوب كل من يتابع البرنامج. وعرض المقاطع هو بداية فتح طريق جديد للتبني وتقديم الدعم الدائم للمستفيدين. فبعد أن نقوم بعرض الحلقة يتواصل معنا الكثير من الداعمين لتبني الحالة، سواء كان لعمل جراحي أو علاج أو راتب شهري أو دعم مادي أكبر ومباشر. وهذا ما ستشاهدونه خلال الأيام القادمة، حيث سنقوم بعرض سلسلة من المقاطع تحت مسمى متابعات، وتتضمن عدداً من الحالات التي تم تبنيها وتقديم الدعم لها بعد العرض من قبل المحبين للبرنامج والواثقين به. وأسأل الله أن تكون هذه المقاطع رداً يشبع غرور من يشكك وينتقد، وأن تكون صحوة لضمائرهم. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ونستشهد بآيات من القرآن الكريم بقوله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات، ويقول أيضا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ويقول: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. ونختم بقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وفي الختام يا سادة، إن أسمى الأعمال الإنسانية هي تلك التي لا تنتظر مقابلاً لها، فالإنسانية لغة يقرأها الأعمى ويسمعها الأصم، وما يخرج من القلب يصل إلى القلب، وهذا أساس ومنطلق عملنا في برنامج الناس لبعضها. ومع استمرار دعم المحبين إن شاء الله، أقول لكم إلى اللقاء في الموسم الثامن. كل الحب، أخوكم شادي حلوة، وكادره الذي لا يتجاوز عدده
عدد أصابع اليد الواحدة. إلى اللقاء.